الناس عندهم من القوانين والأنظمة ما ينظمون به حياتهم، فما من مجتمع إلا ويقوم على نوع من التواطؤ والتوافق على قواعد، هذه القواعد تلك الأنظمة تلك القوانين تسعى إلى تحقيق قدر من المتفق عليه من أسباب إقامة المعاش، صلاح أمر الناس. لكن هذه القوانين وتلك الأنظمة حتى يقول لا يقول قائل يعني الناس شوفهم عايشين على أحسن ما يكون وما عندهم دين، يعني صحيح. يلبس عليهم صحيح. وقد يذكر هذا مثلا البلاد الفلانية اللادينيون هم الأكثر ومع هذا عايشين حياة سعيدة. أقول عندما تقول عايشين حياة سعيدة أنت تخطئ في النتيجة، أنت قد تصيب في المقدمة، قد يكون عندهم ثراء، قد يكون عندهم جمال بناء، قد يكون عندهم نظافة شوارع، قد يكون عندهم مكتسبات صناعية، مكتسبات مادية وما إلى ذلك، لكن كل هذا لا يغنيهم عن ضرورة لا تنفك عنها النفوس وهو حاجتها إلى الدين. ولهذا يعني أنا لا أريد أن أسمي الدول والجهات، لكن أعلى نسبة انتحار تكون في أعلى نسبة دخل في 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 في, في بلدان العالم. لماذا؟ لماذا أعلى نسبة رفاه ونسبة توفر الأسباب المادية والرعاية الصحية والثراء الاقتصادي والأمن والأمن والجانب السياسي والاستقرار هل معقول أن كل هذه الأشياء تنتج هذه الثمرة أن يكون أعلى نسب الانتحار في هذا البلد؟ لا شك أن ثمة مفقود هو الذي أدى إلى النتيجة. كل هذه مقدمات توفر السعادة، توفر حياة طيبة للجسد والبدن والمعاش الظاهر، لكنها لا تحقق راحة القلب، لا تحقق خيرة الأسواق، لا تحقق سكون النفس، لا تحقق الرضا الذي به تنعم النفوس حتى ولو فقدت كل هذه المكتسبات.